مستمعي مستمعات إذاعة MFM، تلتقون الآن مع إعادة لبرنامج طوموبيل ماجازين. أوقات ممتعة نتمناها لكم. MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24. فيات تقدم لكم طوموبيل ماجازين. اخبار، اكتواليتي، حوارات، انترفيو، روبورتاجات، روبورتاج، ضيف الاسبوع، انفيتي، نصائح عمليه، كونساي براتيك، تو سو كي فون لوتوموبيل سون دون طوموبيل ماجازين. كل الفاعلين في مجال السيارات في برنامج طوموبيل ماجازين. طوموبيل ماجازين نهار السبت مع 11 ونص، مع اعاده يوم الاحد في نفس التوقيت في رمضان على MFM. طوموبيل ماجازين مع دافيد جيريمي، مع العينين عينني على اذاعتكم MFM. طوموبيل ماجازين مع فيات. نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، رمضان مبارك كريم مرة أخرى الجميع المستمعين الأوفياء ديال إذاعة MFM اللي ديما في القمة. هذا برنامج طوموبيل ماجازين، البرنامج المخصص لعالم السيارات اللي غادي تلتقيوا به في الشهر الكريم. مرحبا دافيد. Bonjour Mélanine, bonjour à tous, très bon mois de Ramadan et très bonne journée à l'écoute des programmes de MFM Radio. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu automobile dans le Royaume et à l'international? C'est ce que nous allons découvrir dans les news de la semaine. ريبورتاج طوموبيل ماجازين على الإجراءات الجديدة ديال وزارة النقل مع المهنيين والفحص التقني المضاد، وكيفاش غتولي المخالفات توصلنا عبر البريد عبر البريد. Il fut pilote automobile puis industriel italien, fondateur en 1929 de la Scuderia Ferrari. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Enzo Ferrari, l'emblématique patron de la marque au cheval cabré. Nous allons revenir sur le parcours de cet homme dans notre rubrique « Coup d'œil dans le rétro ». وطوموبيل ماجازين كذلك الموسيقى الجميلة اليوم مع مجموعة غنائية جميلة جدا، ناس الغيوان، ولكن نبدأ الآن بنشرة الأسبوع. Et on commence avec le groupe Renault qui renforce son leadership en matière de vente automobile dans le Royaume avec 38% de part de marché à fin juin. Dans le détail, Dacia a atteint une part de marché de 28% avec 17 915 voitures vendues depuis le début de l'année. Renault a atteint, toujours à fin juin, une part de marché de 9,4% avec 6 007 voitures vendues depuis le début de l'année. وشهر رمضان كيدخل مبارك على سوق السيارات في الخليج، بالضبط في الإمارات. في هذا البلد المبيعات ديال السيارات كتنتعش في هذا الشهر الفضيل خلال تقديم وكالات بيع السيارات عروض ترويجية مغرية لجذب الزبناء للشراء من خلال تنويع الحملات التسويقية اللي كتبناها كل شركة. البعض منها ركز على الأسعار، وبعض الآخر كيوضع في الإعلانات ديالو مزايا الخدمات اللي كيقدمها ما بعد البيع أو سيرفيس أبري فونت، وكتوزع بعض الحملات تذاكر سفر وأجهزة كهربائية وإلكترونية وكذلك هدايا نقدية وغيرها. شركة سيارات أكدت باللي مواسم العروض الترويجية لقطاع السيارات في الإمارات كتركز في ثلاثة مواسم، وهي موسم الصيف وخلال شهر رمضان، وكذلك في مهرجان دبي للتسوق. Volkswagen va lancer la nouvelle génération de la Passat en Europe au mois de novembre prochain. Le modèle a été vendu à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde depuis le lancement de la première génération en 1973. La marque compte repositionner cette berline de classe moyenne vers une gamme supérieure afin de se démarquer sur un segment, celui des familiales, où la concurrence est assez difficile.
وجياني لانسيا ما بقاش معنا. جياني لانسيا هو احد الرموز الرائده في صناعه السيارات فتره ما بعد الحرب العالميه او الحرب في ايطاليا، وتوفى عن عمر تينهز 89 عام حسب العائله ديالو لعلنات الخبر البارح الجمعه. جياني كان يدير صناعه سيارات لانسيا اللي اسسها الوالد ديالو عام 1906، وبقى يعني من 1944 ل 1955 ملي تنازلات العائله ديالو على هاد الصناعه ديالها، المقر ديالها في تورينو شمال غرب ايطاليا. جياني لانسيا عنده خبره هندسيه وكذلك ذكاء في التجارة. في العهد ديالو هيمنات لانسيا على سباقات الفورمولا 1 ونجت عدد كبير من السيارات المتقدمة في التكنولوجيا في الزمن ديالها قبل ما تعرض للإفلاس. في عام 1955 توفى ألبرتو أسكاري وهو السائق الرئيسي لسباقات الفورمولا 1 التابعة للانسيا في حادث ديال مونزا. كذلك ردا على هذا الشيء، جياني لانسيا منح وحده ديال الفورمولا 1 للشركه ديال فيراري اللي ساعدتها على الفوز موسم 1956، وباع ما تبقى لعائله بيزانتي الايطاليه قبل ما تصبح في ملك فيات. وبعد تحرير نسبي لقطاع تجارة السيارات في كوبا بداية من هاد السنة، الإذاعة الرسمية الكوبية قالت بلي مبيعات السيارات بلغت 50 سيارة حسب الصحيفة ديال لو فيغارو. رغم التضييقات على استيراد وتجارة السيارات الجديدة اللي استمر أكثر من نصف قرن وإحداث شركة حكومية لتجارة السيارات، كوبا ما نجحاتش في إنعاش هذا القطاع بسبب الضرائب الخيالية اللي ولات كتخلي الطوموبيل في كوبا واحد لوكس، يعني ما كيقدروا السكان الكوبيين المحدودين الدخل أنهم يشريوا هاد السيارة بسهولة في بلاد كيوصل فيه متوسط الراتب $20. أصدقائنا في راديو ريبالدي الرسمي أكدوا بلي الحكومة نجحت في بيع 50 سيارة وأربعة ديال الدراجات نارية بين مستعملة وجديدة ما بين يناير ويونيو. Un petit mot de Formule 1 avec Kimi Raikkonen, le Finlandais, qui pourrait mettre un terme à sa carrière de pilote lorsque son contrat avec Ferrari, son actuel employeur, va arriver à échéance à fin 2015. نعم نهاية الأخبار، نمشيو الفصل الموسيقي قبل ما نوصلوا الفقرات ديال برنامج طوموبيل ماجازين. الفصل الأول مع أغنية جميلة للناس الغيوان الصينية. Shit, we're holding on.
لابسة والبوقية في الكساب جيك رايحة وخلت عشية فيك لابسة والبوقية فيك رايحة وخلت عشية وانا راني مشيت وانا راني مشيت والهول الداني والبيع وحبابي ما سخوا بيع حرغي وانا خلت ومداني نواصل معكم مستمعينا الكرام باقي فقرات برنامج طوموبيل المجازين ومشيو للروبورتاج ديال هذا الاسبوع اللي غيكون حول اجراءات جديده ديال وزاره النقل مع المهنيين والفحص التقني المضاد وكيفاش كذلك غتولي المخالفات توصل عبر البريد لاصحابها. ايمان بطل. أعلن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل عن اعتماد المراقبة الميكانيكية المضادة لحافلات نقل المسافرين اعتمادا على المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية لكي توفر عليها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. بلاغ كان دارته الوزارة مؤخرا بين أن بوليف وضح خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية لترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بركيران بين أن عملية المراقبة الميكانيكية المضادة لحافلات نقل المسافرين غادي تتم وفق جدول زمني معد مسبقا لهذه الغاية. الجديد اللي أعلن عليه الوزير خلال هذا الاجتماع هو انطلاق عمل مديرية نظم المعلومات بالوزارة مع بريد المغرب، وهذا باش يتم توصيل إشعارات المخالفات المرتكبيها في مدة ما كتجاوز 48 ساعة ابتداء من تاريخ المصادقة على المخالفة من قبل المراقبين. هذا وتمحورة مداخلات بوليف خلال هذا الاجتماع بالخصوص حول سبل الحد من حوادث السير خلال الفترة الصيفية أي شهر يوليوز وغشت وشتنبر اللي كتسجل فيها 30% من مجموع عدد قتلى حوادث السير خلال السنة. المرحلة اللي تنشتغلوا عليها ومقبلين عليها هي المرحلة ديال الصيف اللي تيكون فيها أكثر من ثلث ديال الحوادث ديال السير اللي تتكون في هذا الفصل ديال الصيف. فإذا هناك مجموعة من الإجراءات مرتبطة أساسا بالتواصل وبالتحسيس وبالمجال ديال التدبيرات الجديدة التي سنتخذها خلال الفترة ديال الصيف، وأيضا في المجال ديال التجهيز والتشوير وغيره اللي غنعطيو فيه مقترحات جديدة خلال الفترة. الهدف هو أننا نجمع الفاعلين المختلفين في المسألة ديال السلامة الطرقية على أساس أننا نحسوهم الضرورة ديال هذه الفترة الصيفية وأنه ستكون مضاعفة الجهود على أساس أننا نمشيو في التحدي اللي رفعناه السنة الماضية واللي هو التقليص الدائم والمستمر لحوادث السير ناقص 8% السنة الماضية ديال القتلى. احنا الآن رحنا في 1.7% خلال الخمسة أشهر الأولى، تنبغيو على أنه فترة الصيف ترجعنا ناقص 5-6% إن شاء الله هذه السنة. الوزارة المكلفة اتخذت مع شركائها مجموعة من الإجراءات الخاصة باش تفاعل مع الفترة الصيفية، ومنها تكثيف المراقبة على الإفراط في السرعة بالرادار وتعميمها على جميع المحاور اللي كتعرف حركية مهمة وحوادث خطيرة، وتفعيل مراقبة السياقات تحت تأثير الكحول ومواكبتها بعمليات تواصلية وتحسيسية، وتكثيف المراقبة على احترام قواعد السير داخل المجال الحضري، وهذا بإعطاء دينامية جديدة لفرق المراقبة المتحركة التابعة للأمن الوطني، وتعزيز المحاور الطرقية اللي تم تحديدها في مخطط المراقبة الطرقية في الفترة الصيفية بوحدات الإسعاف الضرورية وبرمجة عمليات لتحسين الطريق وصيانة علامات التشوير مع مواكبة كل هذه الإجراءات ببرامج التواصل والتحسيس والتربية الطرقية. ونعم مستمعينا الكرام، شو الفصل الموسيقي الثاني غياخذنا بطبيعة الحال دائما لمجموعة ناس الغيوان اللي تغنيوا الله يا مولانا، نهديوا لجميع المستمعين الكرام. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخبر يا لواحد ربي.
Il fut pilote automobile, puis industriel italien, fondateur en 1929 de la Scuderia Ferrari. Il s'agit bien sûr d'Enzo Ferrari, l'emblématique patron de la marque au cheval cabré, une firme automobile qui continue à produire des voitures de légende et qui est toujours présente sans interruption dans le championnat du monde de Formule 1 depuis 1950. Nous revenons sur le parcours de cet homme dans notre rubrique « Coup d'œil dans le rétro ». Monsieur Ferrari, pourquoi ne pas mettre l'emblème de mon fils sur votre voiture de course ? Croyez-moi, il vous portera bonheur, a lancé un jour un homme à un jeune pilote, Enzo Ferrari. L'emblème dont parle cet homme, c'est un cheval cabré, de couleur noire, que son fils, pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale, avait placardé sur son avion de combat. Enzo Ferrari accepta cette marque d'amitié que lui témoignait cet homme. Il reprit ce fameux cheval cabré, mais lui ajouta un fond jaune, les couleurs de la ville de Modène. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'est né en 1898 Enzo Ferrari. Nous sommes en 1925. À cette époque, Ferrari est pilote essayeur au sein de l'écurie Alfa Romeo. S'il est doué et rapide, ce qui l'intéresse en fait, c'est plutôt l'organisation de l'équipe et l'évolution technique des voitures. En 1929, il crée sa propre structure automobile, la Scuderia Ferrari. Son écurie aligne en majorité les Alfa Romeo qui se révèlent parfois plus rapides que les voitures officielles du constructeur. Le Commendatore, comme l'avait surnommé Mussolini, passe en 1939 à la vitesse supérieure. Il crée une usine de machines-outils qu'il transfère pendant la guerre non loin de Modène, à Maranello plus exactement. C'est en 1946 que naîtra la première vraie Ferrari, point de départ d'une grande lignée de modèles. Certains d'entre eux vont être animés par un magnifique moteur, un 12 cylindres, qui se distingue surtout par sa sonorité très particulière. Il y a eu beaucoup de modèles sortis de Maranello, mais l'un des chefs-d'œuvre automobiles du Commendatore demeure à ce jour la somptueuse Ferrari 250 GTO, fabriquée entre 1962 et 1964 à seulement 39 exemplaires. Sachez qu'en 2012, un exemplaire de cette voiture a été vendu à environ 28 millions d'euros, soit 308 millions de dirhams, ou si vous préférez, environ 30 milliards de centimes. Durant les années 60, Ferrari connaît des problèmes financiers, et c'est Fiat qui sauve la firme en 1969 en prenant 41% du capital. L'argent de Turin permettra de disposer d'une piste d'essai à Fiorano, d'outils de production modernes, des meilleurs ingénieurs et des plus grands pilotes de F1 qui vont perpétuer le mythe Ferrari et la légende Enzo. Une vie bien remplie pour le Commendatore qui s'est achevé à 90 ans le 14 août 1988. نعم ونختموا مستمعينا الكرام فقرة برنامج طوموبيل ماجازين مع نصائح ديال طوموبيل ماجازين بوانتو كونسي. اليوم غادي نتكلموا لكم على كيفاش نقدروا اننا يعني نقصوا من الاستهلاك ديال الوقود وخصوصا البنزين مع التغييرات والزيادات المفاجئه الاسعار البنزين. بدينا كنهتموا بالاستهلاك ديال الوقود وكيفاش نقصوا منه. من النصائح اللي ممكن نعطيوها لكم باش نقصوا من الاستهلاك، اولا تغيير الزيت في الاوقات المحدده. كاينين زيوت يعني عمرها في الموتور 3000 كيلومتر، ديال 5000 كيلومتر، ديال 10000 كيلومتر. فكل ما غيرنا الزيت في الوقت ديالو كل ما قللنا في الاستهلاك ديال الوقود. كذلك ضبط ضغط الهواء داخل اطارات السيارات الى البنوات كانوا منفوخين مزيان وبكمية كافية، الاستهلاك ديال البنزين كيتزاد الى الروايد كانوا ناقصين حيث كيتحكوا بالارض.
فلهذا خصنا نعمرهم بالكميه الكافيه ديال الهواء وما يكونوش ناقصين باش ما يتحكوش بالارض، وهذا الشيء اللي كيؤدي كما قلت للزياده في الاستهلاك ديال الوقود. الفلتر ديال الهواء ما خصوش يكون مصخ، كذلك الفلتر ديال البنزين حتى هو خصو يتبدل، ما خصوش يكون مصخ، والبوجيات خصهم يتبدلوا في الوقت. حتى طريقة السياقة عامل مؤثر جدا في استهلاك الوقود، خصوصا الانتقال العنيف في السرعة. بعض الشباب كيلعبوا بالسيارات في الطريق وكيبدلوا السرعة بطريقة مفاجئة، هذا حتى هو سبب في استهلاك كمية كبيرة من البنزين. بعد النصائح كنختموا حلقة اليوم برنامج طوموبيل ماغازين، كنتمنوا لكم مجددا رمضان كريم. شكرا دافيد. Merci à toi Mélanine. Comme toujours, prudence sur les routes ce week-end. À la semaine prochaine, Inch'Allah. نعم شكرا الفريدة أشهب في القماطر التقني، مزيدا من الحذر على الطرقات خصوصا في الفترة ديال العطلة وفترة ديال الخروج والدخول للمدن الإقامة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، برنامج طوموبيل ماغازين، إعداد وتقديم دافيد جيريمي، مع العينين عينانية، إلى اللقاء. قدم لكم طوموبيل ماغازين من طرف فيات. MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24.